فريق المغرب للامانه حتى لو احصائيات يعني تشكيله المغرب حلوه، يعني تشكيله المغرب حتى يعني الناس بنستعرضها مع الناس هي تشكيله يعني نتكلم ياسين بونو، حتى الناس كانت متخوفه ان ياسين بونو ساعات يعني بعيدا عن ركلات، هو متميز جدا في ركلات الترجيح، لكن هو ساعات بيبقى ليه ايه حركات كده في الماتش غريبه، وكان في لقطه المذيع حتى اتجنن المذيع المغربي انت ما طلعتش ليه، فالناس كانت بتخوف من لقطات حكيمي النهارده سايس واكرم كلهم عاملين ماتش، ومرابط تحديدا في كوره عمل تاكلينج يا كريم رجع على الطرف غطى ورا هم عندهم ثلاثي في وسط الملعب يا جماعه، عز الدين اوناحي وسفيان مرابط واسلام املاح، ايه يا جماعه ده؟ وكلهم ايه اكبر واحد فيهم 25 سنه خلي بالك، فدي ميزه. يمكن هم هجوميا طبعا الرصه بتاعتهم النهارده هم على قد ما قدروا كانوا بيحاولوا يقفلوا، ان اسبانيا زي ما كريم شرح في حلقه قبل كده على طريقه اسبانيا ان هم ازاي ممكن يستدرجوك بالتمريرات والباصات بتاعتهم عشان خاطر يفتحوا. النهارده المغرب كانت واقفه راس اللعيبه برضه، خلي بالك واحنا بنتكلم اهو بص تشكيل منتخب اسبانيا عامل ازاي برضه يا جماعه، ما هو لعيبه لا لعيبه مميزه جدا انت بتتكلم في لعيبه من افضل لاعبين في يعني جافي ده لعيب مميز جدا في وسط الملعب، بوسكيتس واحد من الخبرات حتى النهارده جافي الدمان. بالمناسبه تم السماح ليه، ده تقرير حقيقي في الصحافه الاسبانيه، تم السماح ليه او بالموافقه بمقابله او يعني ان هو يصاحب او يخطب او كده يرتبط بالبنت الملكه او ابنه الملك. طب ده دنيا ثانيه دلوقتي ده هيعيش دنيا ثانيه بقى النهارده تحديدا تم السماح ليه ممكن يبطل كوره يبقى ملك يعني للامانه المغرب لا عملت ماتش تكتيكي قوي. الحته اللي كريم قالها هي هيبقى فاصل معاهم حاجه مهمه جدا بدنيا، هل المغرب هتقدر الاستشفاء بتاعها صحيح تستعيده بشكل قوي ان هم يقدروا يقفوا على رجليهم، لان برضو البرتغال ماتش سبت الماتش قريب ماتش سبت الدور الربع النهائي جمعه وسبت هم هيلعبوا السبت، فهي دي اللقطه. البرتغال الماتش النهارده تسهل لهم فلعبوا براحتهم، المدرب سحب اللعيبه فهي دي، فهم اعتقد الماتش ده هيبقى روح اكتر من، وانا يمكن للامانه الركراكي يعني من المدربين الصراحه الفردين نفسهم حقيقي. انا يمكن في ماتش بلجيكا شويه في بعض حسيت ان هو الماتش بيهرب منه، يعني في ماتش بلجيكا كان يقدر حسيت ان هو ممكن الماتش يهرب، لكن لا بقيت بعد كده يعني في البطوله لا فريق المغرب منظم جدا عامل حاله في الملعب، دي احصائيات المباراه وانت بتتكلم في لعيبه النهارده بتتصاب من الملعب بينزل البديل بتاعهم جاهز، والنهارده بنشوف بدر بنون بنشوف لعيبه من المغرب واحد زي جبران يعني بنشوف لعيبه تشكيله ما بين اللعيبه المحليه واللعيبه المحترفين، هو عامل حاله كويسه ومسيطر على الفريق بشكل قوي، دي كانت ساعات بتبقى من ازمات المغرب ان هم بيفقدوا السيطره على النجوم. الجيل ده كمان انا اعتقد الجيل ده منضبط جدا، يعني الجيل ده بصراحه ملتزم يستحق الحقيقه جيل ملتزم جدا وما بيتكلموش كتير ويعني حتى المشاعر اللي خارج الملعب بصراحه. امبارح انا قلت ان المغرب ان وليد الكراكي كان واقف بيلعب 5-2 فحد عدى الكره بيرج فبص للصحفيين بره وقال لهم مش عايز حد يطلع الصوره دي بره بيضحك يعني لا ده هو زي استكمال يعني هنا الاحصائيه برضو الالف تمريره الالف تمريره بحبها دي يا كابتن اسلام الالف تمريره حاجه غريبه جدا لا ده في كوره في الدقيقه ال 120 احنا متعودين انت خلاص لما بتبقى مسيطر في الدقيقه 100 بتلعب العب ارمي طويل، هم اسبانيا مصممين التك بس تك الكرة بس الكوره كانت فرصه رهيبه يعني في اخر دقيقه يعني دي فعلا حاجه قدريه كده. لا اسالني بصراحه الكوره دي بكل امانه هم انا في وجهه نظري الشخصيه طبعا وجهه نظر شخصيه بحته قبل ما تقول وجهه نظر الشخصيه ده ياسين بونو رجل أكيد المباراه مليون في المية يستحق طبعا. مليون في المية رجل المباراه تقريبا هو اول حارس برضه يعني عربي بقى افريقي يصد ممكن ضربتين جزاء في ماتش اقصائي في كاس عالم طبعا. او في ماتش عام في كاس عالم والركراكي نفسه اول مدرب افريقي وعربي راجل بيتاهل لربع النهائي فلا يعني فعلا زي ما كان بيقول كده الارقام دي بتبقى بالنسبه للمنتخبات العرب يعني خلاص انت كاس العالم اللي جاي 48 منتخب هتبقى هيصه فانت بتنهي اللي هو الحلم بتاع الافارقه كلنا عايزين نشوف منتخب في السيمي فاينل فان شاء الله يبقى المغرب يعني